طب هلأ ليش عم تضحكوا؟ أنا هيك طبعي، حب الموضة. يعني هلأ فكركم الناس اللي اخترعوا الموضة لمين اخترعوها؟ إليك طبعاً حبيبتي. لك لا أنت التانية، مو قصت لإلي، بس الأصل بالأصل الموضة موجودة مشان الصبايا الصغار اللي مثلنا. يعني قصدك إمهاتنا بيغاروا منا لأنهم ما عاد فيهم يلبسوا الموضة؟ لا مو هيك، بس هن تربوا شكل، إحنا تربينا شكل تاني، فاللي كان عيب على أيامهم صار عادي على أيامنا. أنا أمي فهمانة علي تمام، ما بتسترجي تمنعني من شي، مو لأنه بتخاف مني طبعاً، لا، بس لأنه متفهم الجيل وعرفانة متطلبات العصر. يعني إذا شافوا الوحدة عم تضحك زيادة بيقولوا عنا مايعة، وإذا شافوها عم تتلفت يمين وشمال بيقولوا عنا خفيفة، وإذا كترت شوي بالحكي بيقولوا عنا قرارة. لا ولهالدرجة ليش الشدة يا رسول الله؟ يعني إذا كانت الوحدة مرحة ومنطلقة شوي يقال عنا فلتانة، إيش هالحكي هاد؟ ماما بتحكي هيك من خوف علي. إيه والله ما تشوفني عم أرجل لحتى تقيمي قيامتي. ليش هي ما بتأرجل؟ بلا بتأرجل. إيه ها، ليش بقى هي الأرجيلة إلى حلال ونحن علينا حرام؟ حبيبتي نحن فرافير صغار رئتينا غضة. حبيبتي هي دائما بتقلي إنه البنت بترسم صورتها بأذهان الناس من خلال تصرفاتها وسلوكها. هلأ معقول يكون كل البنات اللي بهالكافيتيريا مايعات وأهلهم مسائلين عنهم؟ ربع عم تحكي المزبوط، لأنه الأخلاق مرتبطة بأسلوب تفكير البنت. إحنا والحمد لله تفكيرنا سليم، يعني إذا صدف ومزحنا شوي مو معناتها شيء إنه نحن غلطنا. مرحبا، بتحبوا تشربوا شيء؟ أنا بدي نسكافيه بالحليب. نسكافيه بحليب على عيني، والأنسة؟ قهوة سادة. سادة، أوكي. وأنا شاي لو سمحت. شاي. كون تاخذوا شيء ثاني؟ بدنا صحن بيتي فور ثاني. أوكي. وبسرعة إذا بتريد. أوكي، أهلا وسهلا، شرفتوا. هاتي ديما لنشوف، احكي لنا نكتة. ولو يا رزان، أنت أم النكت. إيه على عيني تكرمي. اسمعي يا ستي، هذا في واحد متجوز رجع لعند مرته ومعه بوليس التأمين على حياته. قال اسمعي يا مرة، أنا مأمن على حياتي بعشر ملايين ليرة، بس لموت بترتيه. قالت له شو الفايدة؟ إذا كل ما بتمرض تركض لعند الدكتور؟ إيه مو كتير حلوة، بايخة مثل نكت ستي الله يرحمها. إيه طيب ربخانو، هاتي لنشوف حكينا شي نكتة. إيه تكرمي، هادي يا ستي كان في شوفير باص معه رحلة، عم نزل باستراحة بقلب حمص مشان يشتري يعني سندويش للركاب. عم شو قال له البياع بعد ما خلص لف الخمسين سندويشة؟ قال لف لك ياهم بالكيس ولا تاكلن هون. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. نسكافيه ولإلك القهوة، تفضلي. يسلموا ايديك. اي شاي. ميرسي كتير. اهلا. بدكم شي تاني انساتي او سيداتي؟ لا شكرا. اهلا وسهلا. ما شاء الله على الجرسون شو مؤدب. اهلين انساتي او سيداتي. يمكن كان مذيع بالتلفزيون. بتحبوا اشتغلكم فيه شوي حتى نتسلى؟ ليش شو بدك تعملي؟ هلا بتشوفي بعيني. بس اوعك تقلي علي العيار كتير. ايه لا ولا يهمك. يا حباب من فضلك لو سمحت. تفضلي انسه. اذا ما بيصير سئلي، ممكن تبدلنا هالفناجين لو سمحت؟ عفوا، وشو السبب؟ بصراحة نحن عسراويين وهالفناجين كلهم ايديهم على اليمين، بقى اذا ممكن جبنا فناجين ايديهم على اليسار لحتى نستحكم نشرب. عفوا انسي. ها بعد اذنك. عفوا. هيك منيح؟ هيك ها، هلا صرنا نستحكم نشرب اكثر. شكرا. عفوا انساتي. يخرب بيت قلبك، من وين خطرت هالفكره على بالك؟ طبعا حبيبتي لحتى تعرفي انه هذا مخ مو صندوق بويا. شو شو هون دور؟ شو بعرفني العم على هالصرام؟ الله يعطيك العافيه ماما. الله يعافيكي ماما. خلصتي دراسة؟ ايه خلصت دراسة. الله وكيلك، المحاضرة اللي عطانا اياها دكتور صعبة وناشفة ومعقدة وما بتنحفظ بسهولة، لو كنت عم كسر حجار احسن لي. ايه الله لا يضيع لك تعب الهي. ماما بتعرفي قديش صار لي محبوسة بالغرفة ما؟ شي ساعتين مو هيك؟ شو ساعتين؟ قال ساعتين، قال صار لي اربع ساعات عم بنطح بالكتب. ولك امي ليش لحتى تعدي اعداد طويلة؟ عملي لك استراحة كل ساعة. الحق معك، هلأ رح أعمل استراحة طويلة. عادي كتير، أصبح أعمل استراحة من الدراسة وقومي ساعديني بشغل البيت. يلا هلأ هي اسمها استراحة؟ لكن شلون بدك تستريحي يا بعدي
قومي حبيبتي، قومي اعملي حمام. بخاف الهوا ينسف لي شعري ويقصفه. يو وشو طالعك بالهوا؟ بصراحة أنا وعدت رفيقتي هبة ورفيقتي ماجدة لحتى نروح ناكل جاتو بالكافيتيريا. ديما مو ملاحظة إنه كترانة طلعاتك من البيت؟ طيب إذا خلصت واجباتي شو عليها إذا رحت لي مشوار؟ وإمتى بدك تروحي تقبريني؟ هلأ يعني مو هلأ هلأ، بعد شي ساعة. لك والله اللي اسمه الله، من وقت ما انغرستي بأوضتك ورا الطاولة للدراسة قلت في من ورا هالدراسة طلعة. تقبريني شو ذكية يا ماما. تخيلك أنا. لا هبة لا تفهميني غلط، يعني البنت لازم يكون دمها خفيف، بس أنا بحب النكتة العملية مو المحكية. كيف يعني؟ يعني هلأ أنتو شو طلبتوا؟ شاي. شوفوني شو رح أعمل، بس ما تضحكوا. ليش شو بدك تعملي؟ بدي أمزح مزحة بس لازم توافقوني عليها. إيه شو هالمزحة بقى؟ هلأ بتشوفوها. يعني بدك تمزحيها معنا؟ شلون يعني معكم؟ لا تحيرينا، مع مين لكان؟ جا قرصون. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا. يا أهلين وسهلين، شرفتوا. تريدوا شي تاني؟ لا شكرا. شرفتون، أهلا وسهلا. ايه ما قلتي لنا شو هالمزحة بقى؟ ليش بصلتك محروقة؟ استني شوي يا متر. مري أنسة. بدي منك تغير لك كل فناجين الشاي اللي على الطاولة. خير أنسة؟ يعني فيهم شي لا سمح الله؟ لا ما فيهم شي، بشهو، بس نحن عسراويين وما فينا نشرب من فناجين ايديهم على اليمين. عفوا هلأ يعني شلون صدفت انه حضرتكم عسراويات يعني؟ يمكن هذا السبب الرئيسي المشترك اللي خلانا نكون رفقات. عفوا وكمان حضرتك عسراوية؟ ما سمعت بإذنك، عم تقلك كلنا عسراويات. بقى بدلنا الفناجين إذا بتريد. ايه تكرم عيونكم على راسي. يعني عندكم فناجين ايد على اليسار؟ طبعا نحن اللي عنا فناجين ايد على اليسار. يا ميت اهلا وسهلا. سعيد تعال. اهلا وسهلا، شرفتوا. عفوا بعد اذنك. اهلا وسهلا، شرفتوا. خير، ليش رجعوا الفناجين؟ ولا يهمك سعيد، ما في شيء ولا يهمك. شفتوا لي وشه كيف صار لما سمع طلبنا؟ مسكين يا حرام، ما عرف عم نحكي عن جد ولا عم نمزح. اجا اجا. يا اهلا وسهلا صغري، شرفتوا. هاي الفناجين يلي مسكتهم على اليسار، تفضل. منيح والله، لبيت وطلبنا بسرعه. يا شو احنا بالخدمه. اهلا وسهلا. ويا ترى بلتقى عندكم شوكات الأسراويين كمان؟ ايه طبعا نحن اللي بلتقى شوكات الأسراويين. شرفتوا، أهلا وسهلا. تريدوا شي تاني؟ لا شكرا. ثواني بس. لعبة بقلبه. شوك؟ شو عليه؟ خلي المزحة تكمل. فظاعة على هالجرسون. شو المصطول فعلا؟ كيف هيك صدقنا؟ إيه العمى شو غبي؟ إيه شو رح تفرق يعني إذا كمشنا الشوكة باليمين ولا باليسار؟ أهلا وسهلا صبايا، وهي شوك للأسراويين، تفضلوا. يسلموا ايديك، عذبناك. لا ولو عذابكم راح، يا اهلا وسهلا. ويا ترى بيلتقى عندكم سكاكين للأسراويين؟ ايه طبعا نحن اللي بيلتقى عندنا سكاكين للأسراويين فورا. اصبح روح جيب لنا قوام. ثواني بس. اهلا وسهلا، شرفت. لك معقوله؟ قديش شفت ناس اغبياء بس مثل هالقرصون، لا شفت ولا عيني رأت. يعني معقول هيك كافيتيريا راقيه بتشغل هيك بني ادم؟ العمى كيف بده يتجوزها؟ الله يعيني اللي بده تاخده. يا اهلا وسهلا، وهي السكاكين الأسراوية، شرفتك. هيك ها، هلأ الواحد بيستحكم ياكو. يا أهلا وسهلا. تريدوا شي تاني؟ لا لا شكرا. أهلا وسهلا، شرفت. لك شلون بدي أقطع باليسار وآكل باليمين؟ إيماني متعودة. إيه لازم تدبري حالك مشان تكمل اللعبة. ولك عم تهرب مني الكرزة، كيف بدي أكلها؟ الله يعين الأسراويين.
الو اهلين ماما. اجا عمي؟ اي يلا جايه. اجا عمي من السفر واول ما وصل سال عني. يا متر الحساب اذا بتريد. تفضل. يوه شو هاد؟ الحساب انسه. ايه بعرف الحساب، بس شو كاتب هون؟ 600 ليره حق شاي وقاتو و5000 ليره استعمال ادوات خاصه للعسراويين.